اضطريت اني اطلع على تركيا لانه صار معي ام اس والعلاج بسوريا ما كان متوفر لانه بسبب الحرب. وقت اجى قال لي ابي انه انت لازم تطلع بكره انصدمت لانه انا كنت عم حضر الامتحان وما كان عن بالي انه انا بكره الصبح بدي اطلع على غير بلد. كثير بسطت وانسريت اني عم اشتغل مع الهلال الاحمر لانه عم ساعد الناس اكثر، في اولاد صغار بنقدر بنلعبهم بنضحكهم بننسيهم هموم الحرب، عم ساعد بالترجمه، بيجوا السوريين محتاجين بالنسبه للكمالك مواعيد بالمستشفى، بتمنى اني بقدر ساعد كل شيء لاجئ هون لانه بالنهايه انا حتى منهم يعني انا واحد منهم. بتمنى انه بالمستقبل اقدر كمل دراستي. بسوريا كنت عم بلعب لعبة كيك بوكسينج ولعبة تايكوندو واخذت المركز الثالث ببطولة الجمهورية لأنه ما بقدر أوقف يعني حتى صحيا ما لازم أوقف الرياضة، يعني لعبة كيك بوكسينج وتايكوندو وأنا حاليا كمان عم كمل بس من أجل اللاجئين.